ان شاء الله انكم بخير كلكم، ان شاء الله ان كلنا في صحه طيبه. نحن بخير، نحن بخير اللي عندنا هذا العنصر اللي ما يياس، عندنا نحن بخير اللي عندنا هذا العنصر المكافح، عندنا نحن بخير اللي عندنا هذا العنصر النزيه الشريف. قاموسنا بنتي ما في شيء اسمه ياس ابدا، وعلشان بلادنا الامارات وعشان اهلنا وضيوفنا بنبذل كل غالي ونفيس، وهذه تحدي من تحديات الزمان. وانتم بخير وبلادنا بخير وجيراننا بخير والعالم اللي فيه نحن نعيش من ضمنه بخير. قولوا امين.